عمر، انتوا يعني كلكم عايشين سوا ولا انت قاعد في القاهرة؟ لا انا المفروض كنت قاعد على فتره، بس انا كنت قاعد في القاهره وما كنت بدرس، كنت قاعد في القاهره ومشي. لا كانت على طريق مصر اسماعيليه. معرفش الحاجة دي. كنت قعدت 7 سنين في القاهرة، 7 سنين في القاهرة وست وثمان شهور في القاهرة قبل ما أجي على طول. يعني كأنك من القاهرة دلوقتي، لا نص كده ونص كده. لأن يعني خلاص الجامعة كلها في القاهرة، أكبر شغلك أكتر فترات حياتي اللي أنا وأنت اللي أنا كبير. أه يعني اللي أنا فاهم فيها قوي واعي فيها هي كانت في القاهرة، اللي هي أول ما خلصت ثانوية عامة. كنت قاعد لوحدك؟ اشتغلت بقى أول ما خلصت ثانوية اشتغلت عامة. اول ما خلصت، بس اشتغلت عندي في بورسعيد، قعدت 3 سنين في بورسعيد بشتغل كنت شغال ايه؟ مهندس، مهندس ديكور. يعني انت لا، من بعد ثانوية عامة وانت بتدرس الجامعة لا 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 كنت بدرس بس مش بشتغل. قاعد لا كنت مأجر بدرس. شقة بس وقاعد، ولا كنت في سكن؟ لا 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 كنت قاعد بس في القاهرة بدرس بس، ما كنتش بشتغل. لما خلصت بقى اشتغلت في بورسعيد 3 سنين، وبعد كده اشتغلت في القاهرة 8 شهور قبل ما تيجي على اللي طول. قبل ما اجي على طول. وبتغني بقى في حاجات بقى بغني كده بقى، قدمت بغني، كنت بعمل سنجل وانزلها كده. في الدراسة عملت سنجلين ونزلته وانا بدرس. صوته عالي قوي، صوته هما عالي ما الاثنين شاء ما شاء الله. الله. لا يعني مجمع اللي موفق، هما الاثنين مجانين، هما الاثنين صوتهم عالي. امبارح كنت حاسه الموضوع غريب قوي. امبارح في برايم، فين؟ كان امبارح برايم غريب، ليه؟ مش عارف، حسيته عدى بسرعه. احلى حاجه انك تطلع اول واحد، بجد احلى حاجه، تبقى طلعت وخلصت بقى. متحمس وخايف، بس طلعت وخلصت بالظبط. انت امبارح التابلو بتاعك كان لذيذ في الجو بتاعه، وبعدين كمان يعني لايق عليا الجو تحمدي بتاعي. ربنا كتير انك انت كنت هادي قاعده. عوضه بيقول لي انت مين دعيلك في ليله القدر؟ بيقول لي والله دي يعني تقريبا. هو كان انت عارف الموضوع هيبقى عامل ازاي، هنا هنزل واطلع وانزل واطلع كل مره، بس ال تقريبا عشان ما فيش سلم في العربيه. فقعدت طول الاغنيه في العربيه، ومدام يعني كارلا مفيش راحت راحة تقول له، أكتر من كده. مدام كارلا في الباك ستيج تقول له يعني ايه التابلو بتاع، عشان تعرف لان هي كده. شافتني في صعبان عليه بنام على ظهري، فقالت لي، قالت له بقى عايزين هايدي كويسه. قال لا 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 ما تقلقيش بقى، بس هتطلع وتنزل وتطلع ومش عارفه وتروح فين وتيجي. قالت لا خلاص تمام. سبحان الله، جت من عند ربنا بجد. ده انت فضلت قاعدة ساعة الكورال بس اللي نزلت يعني. حواليكي وانت المفروض السندريلا سندريلا اللي قاعده يعني، فاللي هو بالظبط. كان احلى يعني، وفي نفس الوقت بتغني براحتك لا والعربية بتلف. بتلف بقى، والكاميرا اصلا فاهمه في ظهرها، الكاميرا مش جايباكي اصلا، فانت عادي براحة، عايز تهرشي هرشي، عايزه تغني تغني، مش فارقه لا لا معاكي. لا، كان عندي 3 كاميرا، الكاميرا دي واللي في النص واللي في الجنب، ده بص على هما الـ3. انت مجرد ما بتيجي من الجنب دي بتجيبك على طول من ببص الجنب. على طول على اللي في الجنب، فاهم؟ اللي لما بتنور احمر. وبعدين جت بقى وقفت في اخر كوبليه، حسيت بقى ان انا على الستيج، فاهم؟ في اخر كوبليه قبلها كانت عماله تلف. لا اول لما نزلت كان حلو جدا يعني، كانت النهارده النطه حلوه، هتشوفيها النهارده بتمثيل بقى، كان حلو جدا جدا. بس ده حلو. انت والدانسر وفا عسل. انتوا سوا ست حلو جدا بصراحه. انا بقى كنت حامله هم الشوز يتشعرق في الفستان. لا يعني ترمى فاهم، مجرد يمسك. ما نزلت ترمى. خلاص. وانت تابلوها كان فظيع يا عباس، انا كنت بحلم ارخم ان يحصل حته. اللي معايا، اللي معايا زي اللي ما حصل معاك، قلت يعني حركتين ثلاثه يتشالوا ولا الهوا، طلعت زي ما هي لا بالظبط. انت ارخم حته، مش لما كنت بتقع، حسيت اللي انت تعبان فيها، وهي كانت عامله قوس كده وانت كنت معدي من تحت عامل كده، يعني مخنوق هما كمان. الحتتين يعتبر الرخمين
لما انا نزلت من تحت وفي الحته الاخيره قبل وافتكرت الاخيره ما بتبقى قاعده كده مع الدانسر بتبقى عامله كده يعني بتغني وانت عامل كده؟ بغني وانا عم بس لا بس انت احلى حته هتشوفها النهارده جايه مظبوطه بالظبط وانت بتعمل كده وبتعمل كده وهما كلهم بيعملوا مع يعني بالظبط كانك منهم. لا بجد هادي عوضه فرحان بيك قوي، شفت عامل فيك ازاي؟ انت انسان رائع رائع الحمد لله. لا اصلا انا يعني انت بتعد انا فعلا؟ بحب مش بعد، بس انا لما اخدت التابلو في الاول بكتب يعني مثلا ايه لما بشوف التابلو بيتعمل ازاي مثلا ايه وافتكرت لما جت عيني في عيني على اول سنيني كلمه معاك بتنزل في سنيني معاك مثلا هما بيعملوا كذا، فانا بعمل مربع سنيني معاك وبكتب هما بيعملوا كذا، وانا بغني باجي عند سنيني معاك بعمل اللي فعلا اللي هيحصل اللي هو في نفس العده بتاعتهم. انا مش صعب اعد عشان تعدي ما وانت احنا بتغني بنعمل كده، وتركزي ما انا والكلام ده. بعمل كده بس ما بيجيش. وامبارح بقى بقيت بطرف عيني بقى يعني مثلا لما جيت قعدت كده بدل ما اعمل كده مثلا بقيت بطرف عيني، اول ما هما بداوا يعملوا كده قمت انا اعمل معاهم كده، انت فاهم قصدي؟ لما مثلا هما بيطلعوا مثلا اول ما اول واحد طلع قمت انا قمت طالع وراه، بقيت انا بطرف عيني بلمح هما هيعملوا عشان اعمل معاهم، لا فاهم؟ لا انت وهي مثلتوا حقوق دانسر فظيعة، هتمثل معايا. انا ولا انا هي امبارح جابتني من فوق بجد هي نزلت على الزقة ركبتي كانت نازله. بجد، انا تخيلت ايوه ما هي عشان ما تبقاش باينه ان فيك. انا برمي نفسي يعني، هي فعلا هو المفروض انها ترميني المرتين، فانا اول مره رميت كويس نفسي نجت في نزلت على المزيكا. ركبتي. لا ما هو صعب ان انا اعمل غير كده في المزيكا عشان المايك نفسه. واوحش حته بقى اوحش حته اللي فعلا كنت شايل همها ان انا المفروض كنت بغني بايدي كده وبعمل كده وبعدين بتيجي هي بتقعد جنبي فانا بعمل كده، واول ما اعمل كده المفروض بقوم في ثانيه بالظبط كده بقوم جاي وانا بغني بجيب المايك في الايد دي عشان هي تقوم ماسكه لي ايدي وتقوم لفاني كده، فانا عشان بقى اغني وانا بقوم امسك بدا على طول واكمل غنى يعني مثلا مش في حته فاضيه يعني مثلا يعني انت هتشوفها النهارده افتكرت لما اوف وافتكر يعني مثلا انا قصاد عيونه محتاره صغير ولا يدار، انا المفروض بقى كده بالظبط يدار جه اليوم فانت عشان خاطر دي افتكرها لازم تشديني من الشمال انا ثاني من عوضه كان الشمال. واثق فيك انك هتعمله بالظبط. لا انا بالنسبه للطبلوات انا يعني انا عندي اعمل طبلو ما مغنيش وانا واقف سلام بعيش وبحسه بتحب بحسه تعيش بحسه بعدين بيظهر بشكل كويس بيظهر بشكل زي ما كان بجد كليب، بجد فاهمه؟ بالظبط بالظبط. انا حبيت الجو بتاعي برضو قوي قوي، يعني فكرني بانا كل ملكك حتى في الدريس كده، وكان طالع حلو دريس صح؟ جدا جدا. كان انت نازل اصلا على كتفي انت النهارده هتشوفي نفسك على التي في ورفع شعري كحكه هتشوفي نفسك على التي في حلوه جدا جدا. لا النهارده نو واي ان هادي يقول لك اني غنيتي وحش استحاله يعني. لو قال لك غير ولا كده نوتة ايه؟ ولا نوتة بره لا 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 مغنيه زي ما كنت بغني في الريهرسل. مغنيه بالظبط مغنيه مفيش اي مشكله خالص. انا جيت على اخر الاغنيه لقيت رجلي بترتعش بعد هو الواحد اكتر حاجه لما بيبقى خلص الاغنيه تحس لو عدت ولا نسيت ولا حصل ولا مشيت ولا حاجه الحمد لله عدت، هي دي اكتر حته بقى فاهمه بتلاقيكي والله خلاص بس بقى. كانت رجلي بترتعش ترتعش لما انا خلصت كنت داخله قلت انا هقف لسه استناهم لحد ما يخلصوا التابلو. لا كنت داخله على طول سمعت بقى السقيف وانا داخله الاحساس حلو بجد. لا هي بصراحة كانت حلوة جدا احنا كلنا كنا الحمد لله. اصلا هذه اول ما انت طلعتي اول بقى ما بداتي هذا بص لي قال لي يعني عايز يقول ايوه لي ايوه كده غنت صح يعني كويس هادي هادي قلت له هادي بيفضل قاعد جنبي ما هو يقول عشان ملوش علاقة بالصوت فاهمة ايوه اللي هو خلاص هو شايف التابلو كويس طب يا بقى بتغني صح يبقى كله ماشي تمام قلت له ايوه غنت صح مع نسيم ومع مروان كده حد قاعد جنبي هادي لي هو بيغني منيح؟ بقول له هادي بيغني كويس قال لي تمام بيسأل الناس اللي بثق فيهم. والله الواحد طلع بيه هادي عوضه ده والله جد هو شخصية وحد امور كامل كنترول بس لا خلاص هادي عوضة بصراحة شخصية وشاطر شاطر بجد شاطر ومتواضع بطريقة بطريقة كأنه واحد عادي صاحبك بيتعامل معاك ما شاطر. تتخيلش لا شاطر شاطر يعني خياله واسع وإحساسه أوف في تحس إنه في دمه الرقص في دمه بجد. ما وصلش برضه يعني هو أحلى حاجة إن هو مش بسهولة. هاوي يعني مثلا مش بيحب الرقص فبدأ يعلم، لا ده هو دارس 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 دي قصة وهواية تانية كمان بقى دارس دارس عارف هو بيعمل واحد زائد واحد بيساوي اتنين عارف هو بيعمل ايه بالظبط بصراحة. بس موهبة برضو موهبة لا عنده أكتر موهبة كمان بس الدراسة كمان فايدة قوي ان هو
انا بيجي يتكلم معاكي ما بيتكلمش معاكي كده، بيتكلم معاكي بالصح كل حاجه. اهم حاجه عنده الايقاع، الايقاع والاحساس، الاكتنج نفسه. وكل الممثل اللي معاه بيرقصوا بيعرفوا يمثلوا، بيعرفوا يعملوا اكشن. ايه ده؟ ايه ده؟ يوم وينك كانت منهاره بعد ال، وهي طب هي فهمت الكلام ازاي؟ ولا لا انا يعني سيبك من ان انا بتفهم عربي، بس ده انا حتى وانا معاها بنرقص امبارح على التابلو ببص تحس ان الكليب يعني بتمثل، مش مثلا رقصه وهتخلصها وتخش تغير وتغير ووراها رقصه ثانيه، لا بتمثل. يعني ما بتيجي تغني فعلا بتديكي احساس انك تغني كمان. وبص انا واقفه برضه ماسك ايدي وبيبص في عيني. هتشوف ال 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 الفينال بتاع الاغنيه لما بصيت له رياكشن فظيع بصراحه، رياكشن عالمي، هو منه رياكشن عالمي. الله، لما نزل وبص ومبصص للكاميرا وعامل كده ومبصص في البتاع اللي هو انت مشيتي، يعني اللي هو انت هتشوفها النهارده اصلا طلع سندريلا. لا بجد كان البرنامج امبارح انا كنت حاسه لطيف يعني خفيف، حتى تابلو ايهاب طلع لذيذ، والتابلو الاول ده اللي كان فظيع. يا لهوي اول ده تحس انك في العيد فعلا بجد. لا وهم اصلا فكلهم فرحانين وبينطوا لبسهم وخفاف وضحكتهم الناس دي فعلا مش محترفين بالسهل كده. مشكلة ان الفترات الجاية دي بقى لحد دلوقتي في البرايم 12 13 14 15 يعني احنا ان شاء الله باذن الله لو 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 بما اننا الحمد لله عملنا كويس مع عيبال كويس ان شاء الله يبقى 13 يا رب ما يطلعش 80. لا صعب يعني ما وصلناش للمرحله دي، يعني ما بتعمليش الغلط يعني. لا الفكره ان الفتره الجايه الموضوع هيبقى اصعب. في ايه بقى؟ ان الموضوع هيبقى اكتر علينا. يعني انت مثلا هتغني مع فنان وممكن يبقى عندك تابلو، او بتغني اغنيه وتنزلي تغير عندك تابلو، تبقى كميه الاغاني عليك اكتر عشان نعوض. انا المرحله دي فعلا انا يوم كان عندي اغنيتين. ما هو ده يبدا. وبعدين ممكن تغني اغنيه فظيع، ممكن اغنيه ثانيه تبقى اقل منها تطلع مثلا بسببها نومينيه. هي دي الفكره بقى. لا وان التابلو مثلا واغنيه يعني فاهمه؟ يعني مثلا بتغني او تابلو او بتغني مع مغني وبتنزلي تغير عندك تابلو، مش حاجاتها خفيفه. لا صح. فدي على فكره من الحاجات الحلوه بقى اللي هتخليكي بتغني اكتر وبتاخدي كذا لون. واعتقد ان هيبداوا يعملوا كده، لان لما يطلع اتنين يومين هيبقى فاضل خمسه، هيبقى فاضل سته. يعني ستة اشخاص مفروض، ستة اشخاص منهم اتنين يعني ثلاث اغاني ضيف وستة اشخاص. ستة اشخاص دول منهم مثلا ثلاث اربع طبلات مفروض. ثواني حتى 8 ستة اشخاص على الاقل مثلا ثلاث تابلوهات. بيبقى اربعة في البرنامج، بيبقى اربعة تابلوهات. اربعة كل لازم كل مرة اربعة؟ كل مرة اربعة. انا فاكرة ما كانتش اربعة، كنا ثلاثة انا وانت وايهاب بس. والتابلو الاول ما ده يعتبر تابلو احنا صغيرين فيه، ما ده تابلو ليه رقص. فهتلاقي بقى نفسك فاهم عشان يعوضوا الساعتين ونص بتوع او الساعتين بتوع البرنامج، بتلاقي بقى بيبدوا مثلا ايه، تلاقي مثلا شخصين من الستة دول بيغنوا مرتين. حاجة حلوة لما أو أنت بس أول رهبتك لما تطلع أول مرة، لما تطلع تاني بتحس إنه خلاص خدت على الستيج في البرايم. على حسب الأغاني يعني، أنت لو حابة أغاني أنا كنت طالعة في اللي كان شايلة همها بطريقة مش طبيعية في بتاعة النومينيت مع أنغام، كنت حاسة طالعة في حفلة. كنت طالعة مش حاسة بحاجة، لأن أنا طالعة على الستيج وأنا شايفة نفسي غنيت أحسن فيه. اتصدمت لما جيت لقيت العكس. فلا هتحس إنه عادي بعد كده لما تطلع تابلو وتطلع مكان تغني، تحس إنه عادي. والحاجه اللي اكتشفتها برضو في البرنامج ده قوي حفظ الاغنيه. حتى لو اغنيه سامعاها كتير او حافظاها قوي مثلا بتعملها تابلو ما بتخافيش. يعني انا ما كنتش خايف لان عارف ان انا مش هنسى كلام اهو، مش هغلط لان حافظها، فكنت بقى خلاص بركز في التابلو. انت نفس القصه، بحلم بيك استحاله تنسي لان سمعناها مليون الف مره في حياتي. بس الكوبليه الاخير ما كنتش عارفاه، بس سهل. انا لحد وانا بغني يعني وبتاع والعبايه بتدور حواليا كل مره بحس ان انا هنسى الكلام، بس ده وسواس بقى. مش تحصل لي، بس لما تركزي فيها فعلا بتنسي حتى لو حافظه. ما بركزش فيها بقى بسيبها. انا برضو سبتها كده، وبتلاقي الكلام بيطلع في الثانيه اللي عليه الدور فيها. يعني مثلا انت هتنسي بتطلع في نفس الوقت، يعني خلاص انا هنسى اللي جايه دي، تلاقيكي بتقوليها بس هي طلعت في ساعتها. فاهمه؟ الحمد لله بجد، ربنا يعيننا على اللي جاي.
بجد حاجات يعني اللي يشوفها من بره يشوفها سهله قوي. وحتى لو انت بالك قد ايه بتغني بس طبعا. بس ان انت عليك مسؤوليه ده بيخليك مضغوط. انا مامتي لما جيت ما كانتش متخيله كده، عشان هي كانت باكستاج ما كانتش بتقول لها، فكيت الناس عماله بتجري الناس وبتاع ودول راح يغير، هي كانت متخيله عن بتشوفنا لطاف جدا بنطلع نغني طبلو وننزل وبعدين نطلع شكلنا حلو، انت فاهمه؟ متخيله ان احنا ده حياتنا في البرنامج دي حياتنا. الناس كلها كانت متخيله كده. مفيش حاجه سهله. البرنامج ده كمان كان يعتبر من اصعب البرنامجات علينا كمان، لان احنا لبسنا اول لبس بعدين رحنا غيرنا اللبس التاني بعدين لبسنا لبس الطابلو بعدين رحنا غيرنا اللبس التاني عشان نطلع بيه، فاهم؟ ما حصلتش كتير دي. انت بقالك قد ايه في التوب 3 دلوقتي؟ من اول ما ابتدى ثلاثة صح؟ من اول ما ابتدى تاني اول تالت ما شاء الله. انا اكتر حاجه بسطتني امبارح انا ما خرجتش منه على الرغم ان انا كنت مسافر، دي انبسطت. استغنيت حلوة قوي يوم الايفال. هي اللي خلاني عشان الاغنية كانت صعبة. هي مدام كارلا كانت عارفة ان الاغنية كانت صعبة، هي لما قالت لما اديتها لنا وهاب قالت لنا انا يعني انتوا تتحدوا بعض تتحدوا نفسكم فيها، لان الاغنية كانت صعبة والواحدة مش واحد بالنسبة لنا وفيروز كمان. فانا وهاب عارفة اللي هو شربناها بتفاصيلها، وكانت في ينفع تطلع احلى من كده كمان. يعني انا بالنسبه لي ممكن تطلع احلى من كده. خلاص يا عباس عشان نسيت كلمه يا عباس. لا مش نسيت كلمه وبدلتها. لا عشان نسيت كلمه فبتكملي وانت متوتره. عارفه لما تقولي مرتاح بتقولي احلى، بتقولي مرتاح. لا مرتاح وانت انا قايل كل حاجه. يعني انا لو اديتيني اقولها تاني دلوقتي هتلاقيني بقول احلى بكتير من الاول. بس انت يعني على حسب برضو الشخصيه، انا بحسك شخص منظم قوي بطريقه تفكيرك، كل حاجه تحس كل حاجه تطلع مظبوطه قوي. ما بحبش اغلط. يعني انا اي بني ادم بيغلط خطواتك بس ممكن تبقى قصيره حياتي ممنوعه بس يعني سبتك. انا ما بحبش حد يقول لي بس انت غلطت كذا غلط بتضايق، لان انا عندي اقدر اقول صح طب ليه ما عملوش. فتلاقيني من البدايه بقى ابدا اركز. ده كان الاول بيحصل لي عشان ما كنتش لسه اخدت مش فاهم ايه اللي المفروض يحصل. لا العكس انا حسيتك من البدايه يعني ماشي ممكن يعني في الاول كانت الاغاني مش ملمعاك بس كنت ماشي بخطوات ثابته يعني مش كده وخلاص فاهم زي ما تيجي لا. ما هي بصي انا الحمد لله من اكتر حاجات برضو اللي مخلياني شايف ان كنت ماشي بشكل كويس ان انا ما عملتش حاجه كبيره في يعني ما غلطتش غلطه كبيره في المسيره بتاعتي من اول ما جيت. يعني حتى مثلا نشيزي في كلمه وترجعي اللي هو دخول، انت فاهمه؟ تعملي مشكله اللي هو مثلا فكرنيش باخر الشتاء ارجوك. اخر الشتاء دي كانت بص بالنسبه لو هنتكلم بالنسبه لهايدي كامكانيات هايدي هي ما كانتش غلط منك على قد ما هو كان الاغنيه مش بتاعتي قله التركيز وقله ثقه في الفتره دي عموما. لكن كامكانيات هايدي لا اواخر الشتاء بالنسبه لك تقوليها وانت في الحمام يعني. والله ما بعرف اغنيه عاديه جدا سهله بس مش بالنسبه لك عادي. في اغاني كده بتبقى حاسس ان هي مش لايقه عليك مهما قلت، يمكن انت ما كنتش حاببها بقى او حاجه. انا افتكرت كنت كده يعني انا امبارح بغني الاغنيه مش حاسسها مش لايقه عليا عادي سهله يعني مش حاسس ان انا مش حاسس ان دي اللي هتظهرني بس عشان ما اعتبروه الكلام ده خلاص بس ما هو ده اللي بيخليني كده. لكن انا بالنسبه لي كانت سهله. ففي اغاني ما تلاقيكيش وفي اغاني تلاقي نفسك طالعه زي امبارح ما انت كنت طالعه كده متحمسه حاسه انك هتدي فيها زي ما انا كنت طالعه البرنامج اللي فات حاسس انك من كتر يعني اول مره هرت يوم الاربعاء شفت كنت انت قاعد لما قعد كله سقف حسيت انه فاهم. في ناس مش فاهمه مالهاش علاقه كانت عماله بتبص لبعض اللي هو ايه ده يعني فاهمه. وبعدين في فرق ان الناس كلها تتكلم يعني مثلا ممكن ابقى بغني مثلا وانت مثلا رايحه تشربي فبتلاقي حد جاي معاك يقول لك ايه ده يا زي ما عم مثلا بيقول الاغنيه دي كده. مش دايما ده بيحصل يعني لما حد يكون بيغني فبتحس ان الناس كانت مجتمع ساعتها على ده اكتر حاجه فاهم ادتني دفعه كان ان انا حسيت انه بس دي برضو اغاني بتليق يعني الاغنيه كانت لايقه بصراحه يعني مساعداني في ده طربي وبتاع. بس هي المشكله ان هنا مش كل مره لازم تسيب معاكي اغنيه كويسه وده برضو على فكره حلو انك بتجربي بينك وبين نفسك اصلا كل الالوان عشان بتخرجي تعرفي انت ليه ايه اللي لقيتي فيه ايه اللي لقيتي وايه لا. بس انا هنجرب هنا مش هينفع مش هينفع. لا هم خلاص ما عادش بصي ما عادش هيطلعوكي انك تجربي خلاص هم بقوا عارفين انت ايه اللي بتقوليه اللي ما بتقولهوش. نفسي بجد عن الخليجي لسه كنت بقول ده اللي ناقصنا انا وانت ودينا وكذا اكتر من حد بس انا نفسي قوي قوي اغني خليجي
انا عمري ما غنيت خليجي. يعني انت يمكن بتعرفي تغني خليجي او حافظه اغاني خليجي، انا مش حافظ اغاني خليجي، مش حافظ انت حافظ بجدتك ولا بجدتك ولا ما ومش خليجي. انا حافظه اغنيتين برضو بس. انت يعني انت انا سمعتك بتقولي كذا مره مثلا حاجه لما كنا لما كان علي موجود وبتغني معاه الخليجي اللي هو التقيل اللي هو اللكنه بتاعته انا عشان بسمع احب ذكرى قوي وبسمع لها كتير، ومحمد عبد طبعا فلو اغاني كده معينه معلمه عن مشهوره قوي وكذا حاجه لفيصل الراشد وكذا حاجه ديك يوم في الورق انزل قديم طلب بيه. بس انت حسين جسمي معاك. انا لسه كنت بقول لإيهاب من يومين بالظبط كنا باك ستيج، قلت له تخيل انا وانت مثلا وجابوا لنا البيانو وغنينا انا وانت شوق وفوجاتك، قلت له متخيل احنا ممكن نعمل ايه؟ قلت له من الاغاني الله على البيانو بقى. الله واو تحفه تحفه تحفه. عارف واحد نفسه يطلع بجد باغنيه بيعشقها عشان يطلع يبدع فيها. انا حسيت ده بس في عندي جرب بس اغنيه بحبها وبقول فيها وعارفه اني هطلع اقول فيها، فاهم؟ ده اللي حسيته. لكن باقي كله حاسس ان انت لسه حافظه، فانت عايز تطلع تقول اول مره تغني حتى لو حافظه اول مره تغني بالظبط. هو ده الريسك، بس انك بتطلع تقول المفروض يتقال عشان تعدي مرحله معينه. بإبليز ابليز ادوني طياره ابليز ادوا لي دي طياره وانا خلاص اللي كان نفسي فيه ما. ده يعني ده الاحساس اللي حسيته امبارح. ناس اتحدى العالم بس. ممكن اتحدى العالم بس انا بالنسبه لي هي كانت اجمل نساء الدنيا دي كانت لي. مين؟ انا عايزه غنون. لا والله كان عينيا زرقاء. بتهزري؟ والله كان عينيا زرقاء ومعايا بيانو. كان عندي كبرت بقى وبوست وكان شعري شايف شعري اصفر، كان عندي حواجب. كانت عينيكي زرقاء ازاي؟ معرفش بقى كانت لبني. ما بهزرش كانت زرقاء فعلا. كانت لبني. ودلوقتي بقت خضرا ازاي؟ لا هي دلوقتي اخضر في زيتي اكتر، مش خضرا برضو خضار. ايه ده اتغيرت؟ كانت حلوه اظن. زي ما قلت تيشيرت تاني جايبين عليه مراحل. ودي وانت صغيره بس مش باينه يعني؟ لا دي مش وانا اصلا، ده انا ده علي والفنزر حاططها لنا جنب بعض. علي في السعوديه ماسك التيشيرت ومصور وانا ماسكه التيشيرت هنا. جايبين لي تيشيرت حلو قوي. هذا انا ما لحد اكتمل الامر. بس دي زغنونه. دي وانا زغنونه برضه. لا ودي في التوب 1 انا وماما. حبيبه قلبي يا ماما وحشتي. لا يا ماما يا راجل انت جبت الصور دي منين يا راجل؟ انا الصور دي كنت بنزلها على الانستجرام عندي. لا مش انت يا حبيبي، مش انت يا ماما.